أنا أعتقد عاصفة الحزم غيرت أمور كثيرة في البنية الخليجية فيما بينها المقاومة وأيضا في الخارج. أول مرة نحن نحمي مصالحنا بإيدنا ولا نحتاج أن نستأذن لا أمريكا ولا غيرها في حماية مصالحنا. ولذلك أنا يعني أتمنى من المحللين والقراء الراصدين أن ينظرون للوضع الجيوسياسي في المنطقة، أن عاصفة الحزم تاريخ جديد، تاريخ مختلف.